أما ليش الدخلة قد أتفق معها؟ هي فاضية ولا تفك تسريحتها ولا تفك فستانها ولا أصلا لو قررت تقول يا عمي فكني. والله عاد مشكلة والله. شوفي هي أفكارك جيدة حلوة بس يبي لها ترتيب زين، يبيك تشيلين. عجبتني التفكير والله. والله والله بس شوف أول يبيلك شيء، تشيلين بعض أول شيء الأفكار. ايه لازم يدلعني. هذه لازم، هذه لازم. أيوة كيف متى يدلع؟ يعني في أشياء يا أخي، في لحظة، أشياء متى تدور يدلع؟ تقصدين فراي. ليلة الدخلة ولا قبلها؟ يعني بالعربي أبي رجال يسوي اللي براسي، يسوي اللي براسه؟ براسي أنا. أها طيب أوكي، هذه يعني نرجع أشكل لموضوع رجال على الكفر. كيف كيفه. ما في شيء على كيف كيفك، لا يبقى على شيء حبيبي، اتفاق. علشان ما تخيل تزوج واحد مثلا معقد، لا ولا مو تزوج معقد بس واحد يبقى اتفاق. يا أخي شوفي فكيرة، البسي إذا عباية يبيك راس مرتاح مثلا، معك. تخيل البسي عباية راس، البسي قفازات، وين قاعدين يا ابوي؟ انت وش الافكار اللي عليك؟ خلاص هم الافكار في هذه كذا راحت ناس، تمام. البسي قفازات، اتقي الله يا مدري وشو، ممنوع اللبس كذا، انت تسوي الافكار هذه كذا. راحت من زمان لا للحين ترى، في والله، في افكار للحين في بس اشوفها. فئة قليلة لا تراها يا والله انت. في افكار كذا. وأنا بصراحة أبشكر الرجال على كيف مخي. زي ما قلت لك انت افكارك جيدة بس يبي لها كذا ترتيب وتفكير أيوة و صح صادق، يبي لها تفكير. أول ترتيب ثاني ترتيب ثاني. يا سلام عليك، صح الأمور اللي تقولين عنها هذه منحصر في أشخاص معينة. الحين الزواج صار كله تفاهم وارتباط على علاقة صح واضحة، مو بجيك ليلة الدخلة السلام عليكم ممكن نتعرف سلامات، يعني مين منطقية هذه؟ كيف ممكن نتعرف يا أخي؟ سكران أنت للدخل. السلام عليكم، أنا ممكن أدري أنت نتعرف؟ تقولين، طيب أنت تقولين ما لا قد تكلمت ولا صار بيننا اتفاق ولا صار شيء، زواج تقليدي، يجي ليلة الدخلة السلام عليكم معك فلان فلان ممكن نتعرف؟ عارفيني لا عن بالله نفسك ايش بالله اللي بالله، ودي 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 سطرك والله. تعالي سطريني، باقي مخرج فيها خمسة سلام، تعالي باقي سطريني. فيها سلام، فيها شغل شغل يا حبيبي شغل. داخلة على الحامي تبين شغل، تدري مو ان تقولين ابيه يدلعني؟ الرجال انت ما تقولين ابيه بقول لك يدلعني؟ شغلة، الرجال اذا شاف ليلة الدخلة البنت ايه متهورة، هذا ايه البنت بيعتها لا لا مو بكذا. والله. بعدين وش حلاوة الرجال اللي ترتبطين البنت، فيه؟ حلاوة ايه البنت انها تستحي تكون طيب، خجولة. واذا جاء وسلم عليك وراح خجولة يعني ايش تصير بتسوي؟ خجولة إلين خلاص تتعود الشي هذا. تخيل يلا يلا تفتح تنزل كروت حكي، ايوه يلا ايش في، ايوه يلا شغل شغل، ما تعال. ينفع. ها يلا ما تقول كذا، ما في بما انت تتكلمين الحين انت لانك عارف، ايش جالسه. واحدة من خوياتي صار لها موقف زي كذا، شغل شغل، اقول حبيت هلس انت انسانة، وين قاعدين؟ والله العظيم وين قاعدين؟ والله سلامات. اقضب الباب حبيبتي. حلو البنت تكون سؤال مستحية، اوكي بكون استحي يعني شهرين 3 شهور لين اتعود. والله جد يا كان والله سؤال خير. سؤال هذه انت بنت الحين في مجتمعكم يتزوجون بالطريقة هذه، يعني خطبها ولا أشوفها ولا أكلمها ولا أعرف عنها شيء؟ لا، في شوفة شرعية. ترى أنا كنت غير مخطوبة، الشوفة الشرعية. وكنت مخطوبة وتهوشت مع أمه بتاعها. طيب لحظة، بعد الشوفة الشرعية تصير ملكة صح؟ فترة الملكة 4 شهور 6 شهور سنة أحيانا، ما يصير فيها شيء؟ والله عادي وش تراني أنا. أي لا ما والله يصير فيها طلعات، ما أدري ما والله. تكلمينه، كيف ما تكلمينه؟ كل اللي يعني لا على كلمة حسب أسهرناها. التقاليد عندهم ولا تقاليد عندنا، يعني على حسب التقاليد عندكم كيف؟ والله عادي
بس أمي لا شوي احنا عندنا يعني عادة أمي شوي تكلم في أمي شوي متطوعة شوي يعني ما في شوفي في إقناع في إقناع يصير إقناع يصير الشيء هذا خلاص صار مفروض منه لا أنا كارا البنت تستحي يعني بعد الزواج يعني تكون خجولة يعني لين تتعود بعدين خلاص زوجي حلالي شوفي حلالي. أفضل حاجة أفضل حاجة للأمور هذه تنفك أيام تفكي تصير في مقابلات بيجيك البيت ما عليك بيجيك كل أسبوع بيسير عليك بتتكي بتعشى عندك أو بيعزمك على برا بيجيب لك هدية بيجيب لك لو يجيب لك أي شيء من برا لو آيس كريم عادي ترى تقبلي تصير إنسان طبيعي ما هو بروفيشنال عادي بيسير عليك بيقول مشتاق لك أبغى أشوفك وش بتقولي له ها أقول له fuck you تقولي إلا fuck you لا جدا تكلم معك يقول لك مشتاق لك أبغى أشوفك fuck you إيه وهذا أنت تستحين هذا وأنت تستحين fuck you يا بيبي استحي كده fuck you نسأل الله أنك مصاركة كيف تقولي لك كده أفهمني خجولة بس شوي بكفلة بس مدري القل هذا على وشه وتسبسين بالعالم أنا أدري لا في بعض أدري النفسية عنك. في بعض النفسية تكون على حسب الجو اللي في البيت ليكون نفسية آخر الشهر هذه اللي تجي أي والله صدقت أوه شوف جايتي غلط أنا لو جايك أول الشهر كان نفسيتك أروق حتى في وجهي طلع حبوب عشان كذا من الدودو حبوب إيش دخل حبوب أنا مشكلتي إذا جتني هذه أحك وجهي عشان كذا ما يطلع ايه طيب دام نفسيتك كذا وشو له داخله هالبرنامج وعصب حالك هذا طبيعي يصير بس اعزلي نفسك ايه ساتر الا واضحك انك فله ومصرقعه وهبله كيف فله ومصرقعه والله لا انا والله انا اتكلم لا مو بواقعي هذا مو بواقعي في نفسي مو كويس الحين ما راح كار كبيرة ترتيب شوية بس عادي وفي ناس في التقاليد يعني في بعضهم عادي فري مايك يعني شوفي هذا الشيء يقول أرجع وأقول لك تقاليد هذه راحت في فئة قليلة موجودة عندها تقاليد لا جندي كتبه عرفتي يزي فريق عادات التقاليد أيوة أنت مخك طلعيه من الأفكار هذه طلعيه من التقاليد هذه وأنت بتشوفين الأمور بشكل أوضح شو رأيك يا جندل أجيب الصناعة أحطها في الانتخابر عشرة وش كثرة قال لك بجيب صناعة واضح أشوف سوالف من اليوم بس ساكت أنا ما أبغى أعلق أقول لك شغلة